في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بآلام وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبايدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. مساء الخير، مساء القوة، مساء البركة، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم كل مشاهدينا الكرام في كل مكان في برنامجنا يا رب ارحم كريليسون. أهلا وسهلا بكم مع ترددنا الجديد داخل الميدل إيست كلها، الشرق الأوسط كله، وجزء كبير كمان من أوروبا، هو 11636. وبشكر ربنا من أجل هذا التردد الجميل اللي ربنا إداهولنا، ويا رب يكون سبب بركة لكل حد بيشاهدنا عبر شاشات قناة الطريق. حقيقي وحشونا في الوقت اللي فات، في الوقت اللي عملنا فيه هولد، لكن احنا كنا بنصلي جامد جدا وحطينا الأمر قدام الرب قوي، ونقول له يا رب لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك وما يحسن في عينيك أنت تفعل. عشان كده لما رجعنا ورجعنا بكل قوة بكل سعادة وانبساط وفرح مع كل مشاهدينا اللي فرحوا معانا واللي كانوا كمان بيصلوا من أجل القناة طريق. قناة الطريق أثرت في العالم كله، قناة الطريق كان ليها بصمة في حياة كل شخص كان بيقعد قدام الشاشة مش قادر يقلب، لأن حاسس إن في حاجة بياخدها من قناة الطريق، حاسس إن في بساطة، حاسس ان في حب، حاسس ان في تقابل. يعني هل انت بتقبل او ما تقبلش؟ في يمكن اقتراب من الفكر مع بعضينا من خلال تليفونات اللي كانت بتجينا، ومن خلال الناس اللي كانت بتكلمنا، ومن خلال محبتهم للقناة، ومن خلال كل حاجة حلوة احنا شفناها من خلال كلامهم، وده اللي احنا تلقيناه من خلال التليفونات وكمان الايميلات اللي كانت بتبعتها. عشان كده انا فخوره جدا بكل شخص النهارده، فخوره جدا بكل حد صلى بكل قوه عشان ربنا يكون بيدينا التردد الجديد. وما عليك الان انك تكون بتنشر هذا التردد علشان ناس كثيره تقدر تكون تعرف اكتر عن الرب، والناس اللي كانت شوية زعلانة ومتضايقة ولسه ما عرفتش القناة رجعت على التردد الجديد حاليا، أرجو إنك تكون بتوصل
ليها. وكل احبائنا اللي في امريكا وكندا والمكسيك واستراليا ونيوزيلندا، كل احبائنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي بيتفرجوا على برامجنا، ارجو انتشار هذا التردد. هو 11636 11636. ممكن تكون بتدي الاقارب، اقاربك، تدي لاصدقائك، تدي لجيرانك، تدي لحبايبك، تدي لناسك، تدي لكل حد فعلا محتاج يكون بيسمع كلمه ربنا وعوده جديده وثوب جديد في قناتنا المحبوبه قناه الطريق. قناه الطريق مش قناتنا احنا بس عشان بنطلع فيها، لكن قناه الناس كلها وقناه كل المشاهدين المحبوبين. في الحقيقه كان عندنا برنامج من كام يوم وتلقينا استقبلنا بعض التليفونات الجميله اللي فيها بيقولوا نشكر ربنا من اجل التردد الجديد والصوره جميله قوي والبث حلو، بنشكر ربنا من اجل ده. وانا بقول لكم دلوقتي، لو انت دلوقتي بتشاهد قناه الطريق، لو تقدر تكون بتكلمنا دلوقتي، سواء عندك طلبه صلاه بنقدر نكون بنشارك معاك في الصلاه، سواء عايز تقول لنا مبروك لقناة الطريق ورجوع البث تاني على التردد الجديد. هي كانت مسألة وقت بس يا جماعة، وكنا بنشوف الظروف والدنيا والحال والأحوال، لكن احنا معاكم دايما ونصلي من أجل القناة اللي هي تكون بتستمر أكثر فأكثر. في الحقيقة الوقت اللي فات مع هولد شوية، خدنا هولد شوية من القناة، بس اكتشفنا حاجات كثيرة. اكتشفنا اللي في ناس كانت معانا بس للأسف ما كانوش أهل الثقة، يمكن يكون خدعنا فيهم، يمكن يكون محتاجين الشهرة والمجد لأنفسهم وما كانوش عايزين كلمة الرب. لكن الرب دلوقتي بيشاور لنا على حاجات يمكن احنا محتاجين نكون بنصلي فيها أكتر الوقت اللي جاي، إن هم يكونوا فعلا هل هم كانوا محتاجين بس الشاشة يعرضوا فيها زوايتهم، ولا كان لمجد ربنا بجد. محتاجين نصلي لهم كتير قوي في الوقت الجاي، ومحتاجين نعرف أكتر إن ربنا عايز مين يكون في القناة ومين ما يكونش في القناة، وده اللي احنا بنصلي عشانه أكتر في الوقت الجاي. مبروك علينا مرة تاني قناة الطريق بترددنا الجديد، هو 11636. وكمان عايزة أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا بمناسبة صوم أمنا العذراء مريم، أم الرب يسوع الإله العظيم اللي ملا العالم كله بالسلام والأمان. عشان كده النهاردة بنقول لكل واحد وهو صايم كده، قول له يا رب فتح عينينا علشان نكون بنشوفك أكتر وبنتعلق بيك أكتر، وبناخد كمان البصمة الجميلة من حياة أمنا العذراء تكون بصمة على حياتنا، ونعيش فيها في منتهى الطهارة والنقاء، ونكون فعلا بنمشي خطواتها وبنتعلم منها قد هي كانت فعلا قديسة تستحق لحنا نكون بنطوبها، ونقول لها يا توباكي أمنا العذراء مريم، عشان أنت جبت لنا كمان الإله العظيم، وأنت كنت سبب بركة في حياة ناس كتير أيضا، بنطوبها ونقول لها يا بختيكي، بنقول لها فعلا أنت قديرة بالفعل أنك تكوني بتطوبي. عشان كده تعالوا نروح بسرعة مع الفاصل اللي جاي، وهنسمع ترنيمة من كلمات وألحان وترنيم القس جوزيف نصر الله، وأتمنى تكون بتعجبكم. نرجع مع بعضينا بعد الفاصل، هنكمل حوارنا مع بعضينا، وأتمنى نكون بنتصل كمان. سمعوني صوتكم الجميل، ورقم التليفون هيكون على الشاشة، وده عبر الفايبر، وهيكون باسم يسوع. هتكون حلقة ممتعة جدا مع بعضينا اليوم. تعالوا مع بعض نسمع هذه الترنيمة وارجع لكم بسرعة بسرعة.
أسرني حبك ده فيه أحلى المعاني. مريم طوباكي في محنتي بصرخ وأقول أنتي ملاكي، وأنا لما بسبح في سمايا وأفضل معاكي وتترسم صورتك في عيني ما أحلاكي. يا مطوبة يا متودة بتاج البهاء، يا أحن أم بتلبي طلبت اللي نداكي. يا عذراء سيرتك يا عذراء فيها يسوع ابنك ده شافي كل الألام. يا عذراء اسمك يا عذراء رمز الخضوع رمز الطهارة رمز السلام. يا عذراء سيرتك يا عذراء فيها يسوع ابنك ده شافي كل الألام. يا عذراء اسمك يا عذراء رمز الخضوع رمز الطهارة رمز السلام. يا عذراء سيرتك يا عذراء اسمك يا عذراء يا عذراء سيرتك يا عذراء فيها يسوع ابنك ده شافي كل الآلام. يا عذراء اسمك يا عذراء ورجعنا مرة تاني مع حضراتكم بعد ما سمعنا الترنيمة الرائعة اللي كانت معانا من شوية في الفاصل. أتمنى من كل حد النهاردة وهو صايم كده صيام العذراء قل له يا رب اديني قلب جديد، اديني بداية جديدة، اديني حب جديد، اديني أكون واخد حياة من العذراء بصمة على حياتي وبصمة على قلبي وأكون بذهب لكل مكان وأخبر بكم صنعت بي ورحمتني. إلهنا إله رحمة، إله حب، إله تضحية، ضحى بنفسه عشان يفدي أولاده وأحبائه، إدانا حياة مش حياة أي كلام، لا حياة أفضل علشان يكون ليك صوت وتقدر تكون بتخبر بإحسانات وعظائم الرب. ده إلهنا اللي فعلا محتاجين النهاردة كلنا نكون بنلتف كده حوالين كلمته ونتعلق بيه أكتر وأكتر. مرة تانية كل أحبائنا اللي موجودين على شاشات التلفزيون في كل مكان في العالم قدام قناة الطريق، مبروك علينا التردد الجديد، وأتمنى من كل قلبي إنك تكون بتنشره أكتر وأكتر سواء من خلال السوشيال ميديا على الفيسبوك أو تعمل شير على الحاجات اللي بننزلها من خلال قناة الطريق، صفحة قناة الطريق على الفيسبوك. والوقت اللي فات نزلنا بعض البوستات على الفيسبوك وقلنا مبروك علينا، يا ريت لو لقيته ممكن تكون بتشيروا علشان كل أحبائنا في كل مكان يكونوا بيشوفوا ويقدروا يكونوا بيتابعوا معانا. أقول لكم قد إيه كم التساؤلات الوقت اللي فات على التردد الجديد وقناة الطريق فين.
لكن مع الصبر ومع الصلاة ومع القوة ومع اللي انت تكون بتمسك في إلهك العلي اللي لا يعثر عليه أي أمر، أكيد هيصنع في حياتك أمر جديد. مش أمر جديد بس، لكن بداية جديدة، حياة جديدة، هتاخد قوة جديدة بعيد عن كل اليأس والفشل والإحباط اللي كان مصيبك في الوقت اللي جاي اللي فات. لكن الوقت اللي جاي هيكون سبب قوة أكتر في حياتنا. عشان كده لو رحنا بسرعة في سفر أشعياء الإصحاح رقم 43 من عدد 18 بيقول كده: لا تذكروا الأولويات والقديمات، لا تتأملوا بها، أنا ذا صانع أمرا جديد والآن ينبت. ألا تعرفونه؟ هل أنت تعرفونه؟ هل أنت عارفينه؟ إيه هو الأمر الجديد اللي ربنا عايز يكون بيصنعه في حياتك؟ يمكن ناس تكون حاطة أمور كتيرة قدام الرب مش لاقية لها حل، مشاكل كتير قدام الرب ومش لاقية لها حل ولا رد، لكن الرب بيقول لك انتظر الرب، يقول لك هيكون في أمر جديد في حياتك. هل أنت مصدق وعد ربنا ليك من خلال الكلمات ديت؟ أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت. في إنبات، في ثمار، في بركة، في خير، بس ما عليك إنك تكون بتتمسك بإلهك والصبر. في مثل كده زمان بيقول لك صبر مفتاح الفرج، صح ولا انا غلطانه؟ ما اعرفش هل المثل ده فعلا موجود لغايه النهارده بيتقال. اعتقد يقول لك اصبر يا جميل، مع الصبر هتكون بتنال حياه، هتنال بركه وخير. الصبر لما الانسان بيكون بيصبر، ما يكونش بيتسرع، ما يكونش بيلوم ربنا في حاجة، ما يكونش حاسس ان الدنيا ضاقت بيه فبيروح على طول هاجم على ربنا، يقول له انت فين انت فين انت فين، ويقعد يخبط في ربنا. رب بيقول لك النهاردة: ها انا ذا صانع امرا جديدا الان ينبت. يمكن انت زرعت في يوم من الأيام، رب عايز يكون بيعوضك بحاجة جميلة في الوقت اللي جاي. بيقول لك في أمر جديد، بيقول لك ما تفتكرش القديمات، الأولويات والقديمات والحاجات القديمة والأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. يعني ارمي كل حاجة وحشة ورا ظهرك، ارمي كل حاجة يمكن قطمت وسطك في الوقت اللي فات ما تفتكرهاش. يمكن تكون حاجة ضايقتك، حاجة زعلتك، حاجة يعني كنت في منتهى الغضب والمشاعر الصعبة والبكاء والدموع والحزن. الرب بيقولك لا تذكرها، ارميها في بحر النسيان. ولا تذكر حتى الخطايا، بيقول لك ارميها في بحر النسيان. في ترنيمه واحنا صغيرين كنا بنقولها كده دايما: خطايانا رماها جوه البحر، ورماها جوه البحر لا تعود تذكرها ابدا. يسوع خد خطايانا ورماها جوه البحر. يعني الرب بيقول لك بيقول لك النهارده، بيوصيك ان كل خطايا يمكن انت عملتها في الوقت اللي فات، وكل امر مش كويس عملته، الرب خده ورماه جوه البحر، لا يعود يذكرها ابدا. فانت ما تفكرش فيها تاني، لكن ابتدي حياه جديده، ابتدي وقت جديد مع الامر الجديد اللي ربنا عايز يديهولنا النهارده من خلال كلمته: ها انا ذا صانع امرا جديدا والان ينبت. لا تذكروا الأولويات ولا القادمات،
كل حاجة حصلت في حياتك ارميها، ارمي كل حاجة بحلوها بمرها بكلها، وابتدي علاقة جديدة وكبداية جديدة، وصدق ان في امر جديد هيحصل في حياتك. انا شخصيا مصدقة ان في امور جديدة، يمكن الرب بيقفل ابواب عشان يكون بيفتح ابواب اعظم واعظم. يمكن الرب عايز يكون بيقفل علاقات، العلاقات دي كانت ممكن تدمر حياتك في يوم من الايام. الرب بيقول لك ما تحزنش عليها، يمكن العلاقات دي كانت هتوديك ورا الشمس، بيقولوا هتوديك في حاجة تانية خالص، هتوديك في مكان تاني خالص، لكن الرب عايز يكون في علاقات جديدة وناس جديدة تدخل لحياتك تملاها بالفرح والسلام والخير، زي ما إلهنا إله سلام، فبيدي ولاده الحقيقيين اللي بيحبوه بجد، اللي بيخدموه بجد، فبيديهم سلام، فالسلام اللي فيهم بيشع على كل الناس اللي حواليهم. وده قصد ربنا ليك النهارده. فانت ما تحزنش عن ابواب اتقفلت قدامك. اكيد الابواب دي كان ليها فيها شر، كان فيها امور غير لائقه. الرب مستعد النهارده بيقول لك أنا ذا صانع أمرا جديدا والآن ينبت. زي ما ربنا كده صنع معانا الأمر الجديد بالتردد الجديد بحياة جديدة بطلعة، يعني طلعة جديدة بحب جديد أكتر وأكتر لكل أحبائنا، كل ده بنقول له يا رب لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك. مع الصبر هيكون في فرج، مع الصبر هيكون في فرح. ولو رجعنا شوية لقصة أيوب والناس اللي خلاص فاض بيها وخلاص اتضايقت من حياتها كلها، دايما تقول يا صبر أيوب. معنا تليفون، طيب ناخد التليفون قناة الطريق. يا رب ارحم. ألو، سلام المسيح. سلام المسيح، اهلا بيكي اخت حنان. وحشتيني. وانتي كمان حبيبتي، وانتي وحشيني اكتر اكتر. ايه اخباركم؟ كل سنه طيبه بصم العذراء. وانتي طيبه حبيبتي، كل سنه وكلنا طيبين في كل مكان. قوليلي ايه اخبارك النهارده وازاي احوالك؟ نشكر ربنا منيحه الحمد لله. عايزه اتعلقي عن حاجه عن موضوعنا النهارده، انا صانع امرا جديدا الان ينبت. لا، تحب تقولي على حاجة على قلبك النهاردة لكل مشاهدينا في كل مكان؟ لا. أمين في اسم يسوع. رب يديك على حسب سؤال قلبك حبيبتي، ونكون بنصلي مع بعض في الوقت اللي جاي أكتر وأكتر، ورب يدي مسحة وقوة لكل كلمة بتطلع النهاردة وتمس القلب وتدخل أمين. لكل قلب في اسم الرب يسوع. بشكرك جدا حبيبتي لاتصالك، ودايما خلينا نسمع صوتك الحلو. الرب يباركك، سلامي لكل الأسرة، لكل حبايبنا اللي في إسرائيل، وكل حبايبنا اللي في العراق، في سوريا، في لبنان، في الأردن، في الكويت، لكل حبايبنا في مصر الجميلة أم الدنيا. عايزين نكون النهاردة نقول كده، في بداية جديدة، في خطوة جديدة الرب هيكون بيعملها معانا في الوقت اللي جاي. أنا ذا صانع أمرا جديدا والآن ينبت. لا تقلق، ما تقلقش حاجة راحت منك. الرب هيعوض أضعاف أضعاف البركات على حياتك وأضعاف أضعاف. لو أنت فعلا قريب من الرب، لو أنت فعلا بتحب الرب وعايز تكون بالفعل تكون قريب لحبيبك يسوع. مرة تاني تليفوناتنا موجودة على الشاشة، اللي حابين تكونوا على اتصال معانا، لكل الناس حبايبنا على الفايبر تقدر تكون بتتصل بينا، هي علامة زائد وبعد كده هنحط رقم 2 0 100 2 3 5 9 9 1.
يا رب يكون الرقم على الشاشة اللي حابب يكون بيتابعنا وكمان بيتصل بينا علشان نكون بنشارك الأمر ده النهاردة في حياتنا، وكل واحد منتظر الرب النهاردة. وانت كده بتتصل عندك إيمان وثقة ان ربنا يكون بيعمل معاك أمر جديد. تتصل فانت بتعلن إيمانك، انت بتعلن إيمانك لما بتتصل وبتعلي صوتك كده قدام الرب اولا وقدام المشاهدين وقدام الناس كلها، فانت بتعلن ايمانك بانك تكون النهارده انت منتظر الامر الجديد ده ووعد ربنا ليك. والان ينبت، ده وعد ربنا لينا. في الحقيقه يعني شويه اتبعت لنا بعض المشاكل على السوشيال ميديا، وطبعا يعني كبرنامج يا رب ارحم بنحب نكون بنشارككم بالمشاكل حتى من غير وجود اسماء، يعني حتى الناس اللي مش حابه تكون بتقول اسمها، او لكن في ناس بتقول ممكن يا مدام رانيا تقولي الاسم وممكن يعني ما تقوليش على حسب. لكن عايزه اقول لكم يعني ان في كل الاحوال احنا محتاجين نكون بنصلي مع بعض، محتاجين نسكب سكيب البركة على بعضينا البعض من خلال صلواتنا وتحدياتنا لكل العوائق ولكل المشاكل اللي بتصيبنا أو بنقدر نكون بنعديها في الوقت الجاي. ولما بنعديها قد إيه بنشكر ربنا، قد إيه بنشكر ربنا. عشان كده جاتنا بعض المشاكل. بنوتة جميلة بتقول أنا في سن عندي 17 سنة، وقالت لي كده يا طنط رانيا أنا عايزة أخد رأيك في حاجة، لأن الحاجة دي أنا متعصبة جدا منها ومتضايقة جدا منها. بتقول أبويا كويس جدا معايا، لكن أمي دايماً مسكالي المرصاد، يعني أي حاجة بعملها مراقباني على طول، مسكالي أكنها مسكة العصاية مسكة المرصاد على طول ورايا، كل حاجة بعملها غلط في عينيها، فكل شوية بتكلمني فأنا بتعصب أكتر عليها، بتضايق بتخنق، حاسة كده إن هي ما بتحبنيش، اللي هي كل هدفها اللي هي تحطمني تكسرني تموتني بكل توجهاتها ليا. أنا عايزة أكون بعمل العكس، كل ما تقولي حاجة أنا عايزة أكون بعمل العكس تماما. تقولي يمين أنا عايزة أروح شمال، تقولي شرق أروح أنا غرب، كل حاجة كل حاجة بتقول لي عليها عايزه اعمل عكسها تماما. انا مش عارفه اعمل ايه، خلاص اتضايقت تعصبت، ويمكن بتنزل بعض التعليقات بكل خنقتها على الفيسبوك من كتر الضيقه والقلق والاختناق من مامتها. تقول بابا كويس معايا، يعني دايما بيجي في صفي ودايما بينصحني وبيرشدني، لكن ماما شويه قاسي علي. وانا بصراحة كل يوم بقول بتمنى اللي هي تموت علشان اخلص من الكابوس ده، واخلص من الـ الاضطراب والزعل والحزن اللي كل يوم عايشة فيه. قوليلي اعمل ايه، هل انا صح ولا غلط؟ البنت غصب عنها، لأن الأم قاسية بزيادة شوية عن اللزوم. طب انتوا لو سمعتوا المشكلة دي أو سمعتوا البنوتة دي وهي بتتكلم، انتوا رد فعلكم هيبقى ازاي؟ أو ردكم هيبقى ازاي؟ أو انتوا عايزين توصلوا لها ايه؟ اللي عنده حل لهذه المشكلة وهي سمعانا دلوقتي، هي موجودة في مصر وهي سمعانا دلوقتي،
معانا تليفون. قناة الطريق يا رب ارحم. الو الو الو، مساء الخير. الو مساء الخير اخوي الغالي. الو مش عارفة هل في حاجة في الخط؟ الخط مش لطيف صح؟ طيب هنقول الخط واقع مننا؟ طيب معلش أنا آسفة جدا، حاولنا نكون بناخد الخط معاك لكن أرجو التعاود بالاتصال بينا مرة تانية، وأحب أكون بسمع كل أصواتكم الجميلة في الوقت الجاي. فانتوا لو عندكم حل او عندكم راي او عندكم اجابه للمشكله بتاعت البنوته ديت من فضلكم اتصلوا بينا برضو وقولوا لنا. يمكن انا رايي صغير قد كده وبقول له يا رب دايما اديني. يمكن انا حضرت كتير قوي اجتماعات مشوره وانا في مصر قبل ما اجي كمان امريكا، ودي كانت مأثره جدا في حياتي عامه، فيمكن من خبرتي صغيره ومن خلال دراستي للمشورة في الوقت اللي فات يمكن أكون بتكلم وبقول رأيي في هذا الأمر للبنوتة الجميلة. بس لو عندكم أنتوا رأي أتمنى أنك تكونوا برضو بتكلموني وتقولولي عليه وهي سامعانا دلوقتي، علشان يكون في تبادل، يعني تبادل في الآراء، وأتمنى تكوني سامعاني حبيبتي دلوقتي وانا بتكلم. انا اتكلمت معايا وهي قالت لي يا ريت تنطراني، لان في بنات كتير قوي يمكن يكونوا في سني وامهاتهم برضو ضغط عليهم وكارهين حياتهم وكارهين نفسهم بسبب الموضوع دوت. يمكن الام السن ده سن مراهقه وانا قلت لها هذا الكلام، بس البنت باين عليها واضح اللي هي عاقله، مش من كلامها حتى معايا واضح اللي هي عاقله كده وراسيه. بس السن ده سن مراهقه، البنات بتحب تكون بتقلد بعضها كتير، البنات بتحب تكون بتعمل زي بعضه، البنات بتكون عايزه تشوف ايه الجديد ويعملوه في السن ده. البنت عايزه تكون بتبان شويه السن ده، يمكن بتبان قدام اصحابها في المدرسه، بتبان شويه قدام اصدقائها في الجامعه. السن ده سن خطير شويه، سن صعب، فيمكن الام شويه حبتين مزوداها كتير على بنتها. مش معنى كده ان انا بغلط الام، لكن انا غلطت البنت لانها قالت انا نفسي ماما تموت واخلص من الكابوس واخلص من دنيتي المتعذبة في وجود ماما في حياتي. أنا بكيت، صعب اللي احنا نقول يا رب ماما تموت، أو نقول معلش سامحوني شوية اتخنقت، أو نقول بابا يموت. عدم، معلش هستأذنكم، هستأذن الشباب الحلوين لو منديل أو كوباية مية يبقى حلو. صعب علينا اللي احنا نكون بنقول يا رب أمي تموت، يا رب أبويا يموت، يا رب، لأنهم كان إني صعب، صعب كتير. صعبة قوي، لأن عدم وجود الأب والأم
بالزيت. بالذات في سن المراهقة أو في سن الولاد بيكبروا سواء في المدرسة أو في الجامعة أو بعد ما خلصوا الجامعة وبيشتغلوا، كل ده صعب. عدم وجود الأب والأم هي كسرة ظهر. سندك، سندك وظهرك راحوا. حتى بعد ما تتجوزوا وسألوني أنا، ودي تجربة شخصية، كانت معايا تجربة شخصية، اللي أنا أسمع في بيتي جه تليفون بيقول لي كده ماما تعبانة أو ماما توفت. ولغاية الوقت ده ماما كانت صديقتي جدا. ماما كانت محاسبة في التأمينات، كانت رئيسة خزنة في التأمينات الاجتماعية، ودايما كانت تاخدني معاها تفتيشات تفتيشات بقى على المحلات وعلى الشركات واللي ما دفعوش التأمينات بتاعتهم. فكانت أنا وماما كنا أصدقاء جدا. بابا كان بيخاف علينا جدا برضو. فلما كانت ماما صديقتي قوية، ولما سمعت الخبر، طبعا أنا ما سمعتش الخبر، أنا قالوا لي ماما تعبانة. يعني جوزيف جه قال لي ماما تعبانة، إحنا هنسافر، لأن ماما كانت واخدة إخواتي الصغيرين وراحت في بيت تيتا وجده في المنيا عشان بس جاست اللي هي تديهم ريلاكس قبل المدارس، دخول المدارس. فجاله تليفون قال له ماما توفت، بس هو ما رضاش يقول لي. علشان هو عارف قد ايه معزة ماما بالنسبة لي وقربها ليا. طب سامحوني هاخد فاصل بسرعة عشان أجيب شوية مية عشان أشرب، وكمان شوية نابكن، وأرجع لكم بعد الفاصل. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتمة قلابة. ارحمنا يا رب، يا رب ارحم، يا صاعرب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبإيدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. غلابة
ورجعت لكم من جديد، وسامحوني ده كان غصب عني، انا ما كنتش حابه اكون ببتدي الحلقه كده، لكن قد ايه اتذكرت قد ايه المواقف الحلوه اللي كانت مع ماما وكانت صديقتي. لكن عايزه اكون بكمل لكم بعد ما استقبلنا الخبر، ولغايه لما وصلت عند بيت تيتا وجده في المنيا ما كنتش اعرف اي حاجه غير لما واحنا داخلين على طول ناحيه البيت، فابتدى جوزيف يقول لي لو لقيتي في يعني صويت او حزن او بكاء يعني استحملي. او فعرفت اللي ماما اتوفت. مش عايزة اخد فاصل تاني، عايزة استحمل. فلما البلوق ده بتقول لي اتمنى ماما تموت، قلت لها اوعي. اوعي تقولي كده. وماما عايزة لك الخير. انتي مش فاهمة دلوقتي، لكن لما تكبري خلصي جامعة وتشتغلي وتتجوزي وتخلفي هتبقي حاسة أو شعرة أو مقدرة كويس قوي اللي ماما كانت بتقوله لك في السن ده. فقلت لها استوب استوب، اوعى تقولي الكلام السلبي ده، لأن بعد الأب والأم كل حاجة بتروح، الظهر بيروح. السند بيروح. بعديها بسنتين بابا تعب. قعد تقريبا سنة تعبان وعيان، وبعد كده انتقل. ده 100% لأنه زعل على وفاة ماما، فتعب بعديها وانتقل. لكل البنات القطايط الجمال الحلوين اللي قاعدين قدام الشاشه دلوقتي، لو انت صغيره او كبيره او في سن المراهقه او في سن الصعب اللي ممكن تكوني عايزه تعيشي حياتك فيه وماما ضغط عليكي، اوعي تكلمي كلام سلبي سواء على ماما او على بابا. لكن انتي صلي ان ربنا يكون بيحسن المعامله معاكي ويفهموكي، او انتي تفهمي هم قصدهم ايه ليكي. ويمكن كلامي مع كل اب وام دلوقتي، الأولاد في السن ده مش فاهمين أو مش مدركين اللي انتوا عايزين تكونوا بتوصلوهم أو بتفهموهم بطريقتكم انتوا. الجيل دلوقتي غير الجيل بتاع زمان، اللي يمكن البنت يكسر لها ضلع يطلع لها
معرفش المثل بيقول ايه، لو تساعدوني الشباب الحلوه اللي معانا في الاخراج اكسر لها ضلع، يطلعوا لها 100 ضلع او حاجه كده اهوت. لا الزمن ده خلاص انكسر، راح فات. لكن ازاي تكونوا بتحببوا ولادكم فيكم بالنصيحة الحلوة، بالكلمة الحلوة، بتقربوهم ليكم اكتر واكتر. فانتم مش بتبعدوهم، لكن بكلامكم الحلو تقدروا تكونوا بتطبطبوا عليهم وبتقربوهم ليكم، وبالذات السن اللي هو من ما بين سن 12 سنة او 13 سنة لغاية 18 او 20 سنة، وممكن نقول برضو بعد كده. لكن السن ده خطر جدا، محتاجين نكون بنقرب ليهم اكتر. ما نكونش التليفون رجع، قناة الطريق يا رب ارحم. الو الو، مساء الخير. اهلا بيك، اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. يا خساره، يعني التليفون ما زال معانا ولا قطع؟ انت شكلك كده جالك تليفون اخويا الغالي، معلش. طيب انا مش عارفه، خليه على الهولد لغايه لما يرجع معانا تاني. ماشي، بس قولوا لي بليز لو تقدر تقول لي يا مينا. تمام، فعايزاكم بطريقتكم الحلوة، بتعاملكم الحلو، ما تنغصوش عليهم عيشتهم، ما تكتموش نفسهم علشان ما يهربوش منكم. بنتك تقول لك انا رايحة في الحتة الفلانية، طب رايحة تعملي ايه يا حبيبتي؟ طب مين معاكي؟ طب مين اصدقائك؟ التليفون رجع معانا؟ طيب اوكي، قناة الطريق يا رب ارحم. الو ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ نشكر ربنا، كل سنه وانتم طيبين. حبيبي طيب، ربنا يخليك يا استاذ. انا كنت عايز دلوقتي اعرف، انا عندي اختي اولى ثانوي، تمام؟ يعني بطريقه صعبه، يجي مثلا يسمع حاجه هو مش عايز يسمع. ابن اخوك صح؟ ابن اخوك. تمام، انا هسمعك للاخر وبعد كده هنكون بنتكلم معاك، اتفضل. معلش ممكن تعيدني الاول؟ الو الو، ايوه ايه معلش. اهلا بحضرتك. هو ابن كانوا يجوا يكلموه، يعني بيجوا بصوت عالي وبيقوم يزعقوا له ان هو عنيد، فمش عارف يعني هل الزعيق دوت منه حل؟ لدرجه ان الولد بقى يقول لهم انا عرفت اسيب البيت وامشي بسبب اللي انت اتكلمت عليه دلوقتي. سن ثانوي ده، سن ثانوي وجامعه اخطر سن في المراحل كلها، لغايه لما الولد بيدرك او بيعرف مدى حب ابوه امه ليه وكل اهله اللي حواليه. حضرتك بتقول لي دلوقتي ان ابن اختك صح؟ ابن اختك صح يا مينا؟ انا مش ابن اختك في اولى ثانوي وعايز يطيح مع نفسه او عايز يعمل اللي هو عايزه من غير سمع الكلام ومن غير اطاعه ومن غير من غير اي حاجه، فده مسبب له اللي هو كبر وبقى راجل بقى ومسؤول عن نفسه. السن دوت سن خطير جدا بالنسبه كمان للولاد، مش بتكلم بس على البنات، لان السن دوت لما بتيجي حضرتك بتكلم ولد في ثانوي وتيجي تكلمه او عايز تكون بتضربه يمسك ايدك ويقول لك اوعى تضربني، لو انت ضربتني انا هسيب البيت وهمشي، انا بقيت راجل دلوقتي. ففاكرين نفسهم في السن ده اللي هم اصبحوا رجال، يعني لو مش مع نفسه هيقدر يكون بيعتمد على نفسه، فمش هيعتمد على بابا وماما. السن ده محتاج احتضان جامد جدا،
ازاي تحتضن السن ده من سن 12 13 سنة. وانا مريت، انا شخصيا مريت بالسن ده وما زال بمر في السن ده. انا عندي 3 ولاد، بازاي اكون بكسر الغضب اللي فيه لو هو محتاج حاجة وعايز ينفذها. بس نشكر ربنا الولاد عندي عشان متربيين في مخافة الرب من صغرهم، فطيبين جدا وبسطة جدا جدا جدا، لان دايما بنصلي لهم. انا عايزاكم في الوقت اللي جاي قبل ما تكونوا بتتكلموا معاهم لازم تكونوا بتحطوا صلاة قدام الرب، لازم صوموا صلاة من اجل الولد ده. الولد ده بيبقى غصب عنه اللي هو بيعمله دوت، مش بارادته، هو عايز يكون نايس وعايز يكون كويس، بس عايز برضو اللي بيعمل اللي في مزاجه، عايز اللي هو شايفه صح هو بيعمله. الولاد اللي في السن دوت كمان بيبقوا عايزين يكونوا بيجربوا حاجات، بيجربوا حاجات كأنهم بقى رجال بقى وكبروا، بيجربوا زي بابا. بابا مثلا بيدخن، عايزين يجربوا زيه، أو مشاركتهم مع أولاد مش كويسين في المدرسة، ده برضو بيخلوهم يكونوا بيروحوا في اتجاه تاني وعايزين يجربوا ايه النوع ده، او ايه بيدي ايه لما الواحد بيشرب بيدي. فالسن ده سن خطر جدا. يعني انا بشكرك جدا لمكالمتك، يمكن مكالمتك دي عايزه تكون بتصحي ناس كتير قوي، ابهات كتير قوي وامهات كتير قوي، ازاي يكونوا بيعاملوا اولادهم في السن ده. انا عارفه ان ممكن يكون الكلام كتير وبنتكلم كتير، لكن العمل بيبقى قليل جدا، او لغايه لما الرب يستجيب لطلبة صلاتنا بتاخد وقت كتير قوي. يمكن يكون في الوقت دوت الولد يكون انحرف او راح في مكان تاني، او ما قدرناش نكون مسيطرين عليه، ويمكن نكون خرج من البيت خالص زي ما بيعلموهم هنا في امريكا. لو بابا او ماما ضربك بلغ البوليس على طول. انت بعد ما تكمل 18 سنة انت حر، انت حر، انت تقدر تكون بتروح في المكان اللي انت عايزه من غير اي سيطرة بابا وماما عليك او اي قيادة عليك. لو الخط رجع معلش ممكن نكون بناخده مرة تانية. معانا لسه معانا؟ انا افتكرت الخط وقع مننا. تمام، انا عايزاك بس تكمل وبعد كده انا هكمل. انا افتكرتك بره الخط، الخط وقع، انا اسفه جدا. الو، ايوه انا مع حضرتك، انا افتكرت الخط وقع، انا اسفه جدا. صعبه شويه. هو انا كنت بقول لحضرتك ان هو وان هو عايز يعمل اللي بمزاجه ومحدش يعني يقول له انت بتعمل ايه. مظبوط. تمام. وفي نفس الوقت بلاقي والدته بسبب اللي هو بيعمله ومش عارفين يلاقوا حل معاه، لدرجه ان هو بقى يقول انا بقى امشي بسبب فلوس معايا، سيب البيت امشي. هو بتهددهم يا ابني يا حبيبي ما هو ما ينفعش، واخد خايفين على ان ده عشان. وعندي مشكله ثانيه، عندي اخويا الكبير منفصل عن مراته وعنده بنت عندها حوالي 14 سنة ابنها في تالتة اعدادي السنة دي. ودي كارثة تاني، ودي كارثة تاني. هل البنت عايشة مع باباها ولا مامتها؟ هي عايشة مع الاتنين. يعني هما في مكان واحد بس منفصلين؟ لا، هو منفصلين. مراته مشيت في سكة تانية خالص وردنا. تمام. ولما جه كان حصل ان هم هيفتحوا وحصل اللي حصل وكل حاجة، بعد كده هي قالت لا انا مش عايش، وهو دوت انا والبنت في النص تايهة بينهم، البنت في النص تايهة لدرجة ان هي مالها بقى عنيدة جدا. اصحاب اهم حاجة في حياتها تحكي اسرارها وحياتها كلها لاي حد تعرفه او تتعرف عليه، سواء في الكنيسه سواء في المدرسه، تقعد تحكي قصه حياتها كلها. لها بنت ده ما ينفعش. طبعا طبعا. ده نتيجه عن النفسيه التعبانه على فكره، ده نتيجه عن النفسيه التعبانه. دي ده رد طبيعي جدا اللي هي تكون بتعمل كده، وده اكبر غلط طبعا. احنا عارفين كويس قوي كاحنا كبار وفاهمين كويس قوي ان ده غلط. انا الخط وقع معانا.
لسه معانا؟ طيب انا عايزاك تكمل بعد كده، يعني انا مش عايزه وقع مننا. طيب دلوقتي في مشكلتين، انت خال لابن اختك صح؟ انت اخو يعني الخال والد زي ما بيقول. انا عايزاك حضرتك شخصيا تكون بتحتضن ابن اختك قوي في الوقت اللي جاي، تحتضنه يعني، تحاول تكون بتخرج معايا حتى لو ما سمعش الكلام، خده بالسياسة بالراحة، حاول تكون يعني لازم يكون بيحضر اجتماعات شباب في الكنيسة، لازم يكون بيحضر على طول الكنيسة الاجتماعات في الكنيسة، يعني لو انت خدته بالراحة كده هتقدر تكون بتكسبه. دي أول حاجة، لازم تكون انت الخال والد، لازم تكون حضرتك بتتعامل معاه بكل حرص وبكل سياسة عشان تقدر تكون بتكسبه لشخصك، حتى لو هو زعلان من بابا وماما هيجي لك بسرعة كخاله وحبيبه وصديقه اللي انت قريب منه، هيحكي لك على كل حاجة. محتاج مسايسة، السن ده محتاج مسايسة. بالنسبة لبنت أخوك اللي مامتها راحت في مكان تاني وهي عايشة مع باباها، وابتدت عندها طبعا 14 سنة في سن مراهقة جدا، ابتدت تطلع علامات الأنوثة عليها، فحاسة نفسها اللي هي عايزة تكون حاجة في المجتمع، عايزة تكون بتشارك حتى لو الناس دول مش كويسين، بتشاركهم بكل حاجة في حياتها. نعم رجع معانا. يا رب تكون سمعتني أخويا الغالي في كل الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي. فمحتاجة حضن، يمكن باباها شوية مشغول عنها مش قادر يكون بيكسبها أو بيتكلم معاها، لكن هي محتاجة حضن. ممكن حضرتك او زوجتك تكونوا بتحتضنوا كمان البنت ديت، لان سن صعب قوي، سن مراهقه جدا، وبالذات لما البنت بتشوف نفسها شويه اللي هي كبرت وابتدت تبقى انسه، عايزه تحط ميك اب، عايزه تحط تعمل شعرها، عايزه تروح، عايزه تخرج، عايزه تفضفض مع ناس، عايزه تتكلم مع ناس، بس يعني ما تضغطوش عليها جامد، لانها ممكن تكون برضو في الوقت الجاي ممكن تكون بتشوف علاقة عايزة ترتبط بيها وانتوا مش عارفين، لكن ازاي تكونوا مصاحبينها، تكونوا قريبين منها. معايا اخويا الغالي؟ الو. ايوه مع حضرتك. فاتمنى من كل قلبي ان تكون يعني سامعني قوي او سمعتني قوي، لان سني ده سن خطير جدا، ولازم المعامله فيه تكون بحرص شديد قوي بحب. انا مش بعاملهم بسيسهم علشان يسمعوا كلامي وخلاص، بحب، اللي انا اكسبهم بحب. يعني جوفاني ابني الكبير ما يعملش حاجه، ما يخطوش خطوه غير لما بيقول دادي ايه رايك في كذا، مامي ايه رايك في كذا، مامي انا عايزه اروح كذا، اروح في المكان كذا. كان لسه في مؤتمر قريب في ليدرشيب 10 ايام، ليدرشيب يعني زي بيعدوه انه يكون في اعداد قاده، يعني بيعدوهم ان هم يكونوا قاده في كنايسهم، قاده في حياتهم، يكونوا بيتعلموا صح وقاعدين بس مع الرب يسوع والانجيل بتاعهم. وكان مؤتمر رائع جدا جدا جدا. بيقول ثلاث ايام بس انا والكتاب المقدس وجيسس، يعني انا بس الرب يسوع بس اللي معايا. فبيعلموا عامل زي الجيش الروحي، انت الواحد يعني المؤتمر ده بيدخلوهم جيش، بس الجيش قاسي قاسي قوي، بس بيطلعوا منهم رجال الله بالفعل ويكونوا قاده بالفعل. فعايزه اقول لكم لازم يكون كمان انتمائهم للكنيسه وانتمائهم للمؤتمرات الحلوه دي اللي الكنائس بتعملها بحب برضه. يمكن يكونوا معترضين شويه، مش عايزين يروحوا كنايس، مش عايزين يروحوا، عايزين يشوفوا حياتهم، لكن كل حاجه بتيجي بالحب. اتمنى يكون كلامي وصل لحضرتك، وصل لكل اب وام بيسمعوني دلوقتي. أقول لكم عن تجربه شخصيه، يعني عن تجربه شخصيه ازاي اكون بتفادى زعل او حزن او ضيق او كلام سلبي او من الولاد، يعني ازاي اكون بتفادى بالحكمه، بالحكمة، الصبر والحكمة.
صدقوني لازم يكون في حكمة. لو خدته بالعافية هيعند وهيروح في مكان بعيد خالص، ولا هتكون ولا طولت يمين ولا شمال ولا طولت أي حاجة غير اللي أنت بس إيه قاعد متضايق، طب هو راح فين، جت منين، راحت فين، عملت إيه، سوت إيه، وتفقدوا أولادكم، وبالذات كمان للأهالي المنفصلة ده بيبقى خطر جدا على نفسية الولاد. أنا عارفة اللي ممكن يكون في أب وأم مش مستحملين يعيشوا مع بعض، فيمكن يقولوا الانفصال أفضل، الانفصال أفضل بدل ما يكونوا بيتعبوا بعض أكتر، ويمكن يكونوا بيهاجموا بعض أكتر، أو بيكون الانفصال ده مريح بالنسبة لهم. لكن إزاي حتى بعد الانفصال يكون في احتضان للأولاد بينكم وبين بعض؟ ده المفروض. وصلاتي ليك أخويا الغالي اللي اتكلمت دلوقتي، في الوقت الجاي إن ربنا يكون بيعمل عمل عجيب وتغيير لحياة ابن أختك وكمان بنت أخوك في الوقت اللي جاي، وتتصل بينا تاني وتدينا أخبار حلوة إن الولد والبنت بقوا كويسين. طيب نطلع بفاصل عشان نرجع لحلقتنا مرة تاني ونكمل باقي حلقتنا في يا رب ارحم، ودايما نقول يا رب ارحمنا في كل وقت من أوقات حياتنا، يا رب ارحم. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صاعد رب يا رب ارحم، وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبإيدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. رجعنا لكم تاني ومن جديد مع الابتسامة الجميلة عشان نكون بنكمل برنامجنا، برغم ان الحالة اللي جاية علينا ممكن تكون حقيقي بتبكينا وتستحق فعلا ان احنا نكون بنساعدها. هي حالة الست مريم، هي حالة اختنا مريم، هنكون بنعرضها دلوقتي. حالة صعبة قوية، حالة امكانياتهم تعبانة جدا وامكانياتهم تحت الصفر، يمكن طلبة طلبات قدام الرب، ويمكن هنكون بنسمع مع بعضنا الطلبات اللي هي عايزاها. لكن أنا أثق وأؤمن إن إلهنا إله حي لا يترك ولاده أبدا وهيديهم. والحاجة الجميلة بقى مع حالة الست مريم إن رب سمع الصلاة وقدرنا نكون بنوفر لها بوتاجاز في الوقت اللي فات، اوريدي جبنا لها بوتاجاز، وهنعرض حلقة الست مريم معانا وهي بتستلم البوتاجاز الحلقة الجاية الأسبوع القادم. لكن أنا عايزاكم وأنتوا بتشوفوا حلقة الست مريم النهاردة بكل طلباتها اللي طلبتها قدام الرب، شوفوا تقدروا تعملوا معها إيه، تقدروا تسندوها بإيه. طبعا ما عدا البوتاجاز، لأن الرب رتب البوتاجاز وقدرنا نكون بنجيب لها البوتاجاز. لكن بقلبك الجميل، بقلبك الحنين، بقلبك اللي مليان سلام وحب للإله والوزن اللي ربنا اداه لك، عايز تكون بتعمل ايه مع ست مريم النهاردة؟ مع أم، مع أطفال ومحتاجة تربيهم، محتاجة تكبرهم، محتاجة حاجات في بيتها كمان، أجهزة كهربائية تانية، هنعرف أكتر عن ست مريم
لما نعرض التقرير بتاعها دلوقتي أتمنى من كل قلبي. وإنت بتشوف كده ست مريم ما تقفش مكانك وتقول ربنا يعينها، ربنا يقف معاها، ربنا يقويها، يمكن حد يجيب لها، يمكن حد يساعدها، يمكن حد. مش عايزة يعني كلمة يمكن دي تشيلها، نشيلها خالص من قاموس حياتنا. يمكن 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 ويمكن يعني ويمكن ويمكن، الكلمة دي بتتقال يعني كتير قوي في حياتنا. يمكن يمكن ربنا يدبر. قول باسم يسوع ربنا هيدبرها، والرب هيديني الوزنة أكتر وأكتر، وهيزرع الوزنة جوايا علشان أكون بجيب للست الغلبانة دي والست الطيبة دي اللي كلها نعم على وشها، أجيب لها حاجة وأساعدها بحاجة هي أولادها. أتمنى من كل قلبي، وده هدف البرنامج، اللي احنا نكون بنوصل مشاهدينا الطيبين، مشاهدينا الجدعان، مشاهدينا اللي فعلا مليانين رحمة وقوة من عند المسيح، اللي مليانين فرح لما بيعملوا حاجة للخير وبيقدموا الخير لأخواتهم، لما يشوفوا أختهم ويروحوا لها بنفسهم وبيجيبوا لها اللي هي عايزاه. قد إيه فعلا هو ده اللي بنسميه الدنيا لسه بخير، هو ده عمل الرب الحقيقي، ودي إيد الرب القديرة اللي بتسكب عليك أنت وحضرتك وحضرتك، بيسكبوا سكيب الرحمة اللي جواك علشان تقدر تشوف احتياجات الآخرين. الرب كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل متسلط عليهم إبليس، كان يقول يصنع خير، ما كانش بيقول لا 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 أنا هسيب دوت وهروح لحد تاني، طب لو جت حالة أصعب لا أنا هروح لها، لا أنا هشوف، لا أنا لا. الرب كان ما كانش بيعمل كده، الرب كان يقول يصنع كل حد كان بيسأله على حاجة كان عايز يكون ينفذها له. والرب بيستخدم ولاده علشان يكونوا سبب بركة في حياة إخواتهم، سبب بركة في حياتك لما هتكون بتمد إيديك بالعمل الخير لأختنا مريم ولأي حالة بتظهر معانا. لو أنتوا تفتكروا معايا المفلوج، حالة المفلوج لما كان الدنيا زحمة قوي قوي قوي، وجي مفلوج مش قادر يكون بيمشي من على السرير، جم أصحابه الأربعة، طب عايزين يفكروا يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ عايزين يجيبوه كده قدام الرب يسوع من كتر الزحمة اللي حوالين الرب يسوع، مش عارفين يطولوا، مش عارفين يطولوا الرب يسوع، يعملوا إيه؟ يروحوا طالعين فوق السطح ومنزلينه من السطح عشان يقدر الرب يسوع يشوفه. فالرب استخدم الأربعة علشان يكون في شافة للمفلوج. لو المفلوج لوحده ما كانش هيقدر يعمل حاجة، ازاي؟ لأنه هو ما بيمشيش، مش قادر يتحرك من مكانه من سريره، لكن الرب استخدم الأربعة علشان المفلوج يقدر بالمعجزة العظيمة اللي رب يسوع لما قال له قم واحمل سريرك وامشي. الرب عايز يستخدمك النهاردة في حياة اخواتك. اوعى تنسى، اوعى تنسى القصة الجميلة ديت، اوعى تنسى كمان ان العازر لما مات وأنتن وريحته عفنت وريحته نتنت، سامحوني في اللفظ طبعا، بس ريحته فاحت، لكن طلب من تلميذ دحرجوا الحجر. طب كان ممكن المسيح لحظة بكلمة الحجر يتدحرج، لكن هو عايز يكون بيشرك إخواته الأصغر أو تلاميذه إن هم يكونوا بيعملوا حاجة. رب عايز يديلك النهاردة بيقولك شارك ولو حتى بجزء صغير، شارك بعمل المسيح اللي جواك، بعمل الرحمة اللي جواك. صدقني كل حاجة، أو صدقوني كلكم، كل حاجة أنت بتزرعها النهاردة عمرها أبدا ما هتروح هدر، لكن الرب حافظها في ملكوت الله الكبير اللي احنا كلنا محتاجين نكون بنبني فيه. اوعى نكون بنبني في ملكوت أنفسنا، لأن ملكوت أنفسنا
حياتنا فانية وتزول، لكن ملكوت الله لا يزول، قائم وثابت. محتاجين كلنا نبني فيه ونستثمر في هذا الملكوت العظيم، ملكوت الله. حلو لما نكون بنهتم بنفسنا، بس مش حلو اللي احنا نكون انانيين لدرجة نفسنا وبس. حلو لما يكون في اهتمام بنفسنا، بنحب نفسنا علشان احنا بنحب، دي اهمية، جسدنا اهمية وحياتنا اهمية، لكن ما نكونش انانيين ونبص لغيدنا. الرب هيديلك فيض كبير كبير كبير. مش عايزة اطول عليكم، تعالوا بسرعة نروح نشوف حالة الست مريم معانا. وزي ما قلت لكم البوتاجاز راح لها، نشكر ربنا قدرنا نكون بندبر لها بوتاجاز، وهتشوفوه معانا الحلقه الجايه. لكن اتمنى من كل قلبي باقي الطلبات من فضلك، لو انت متثقل بحاجه قول كده انا عايز اكون بقف مع ست مريم في الحاجه الفلانيه، او تبعتوا لنا على البي او بوكس بتاعنا. لو حابين تكونوا بتتصلوا بتليفونات القناه او على الفايبر، الفايبر بتاعنا هي مره تانية على زائد 2 0 100 2 3 5 1 1 9، والرقم دوت هيكون على الشاشة. من فضلكم اتحمسوا معايا، مش حماس وقتي وخلاص وبعد كده بيروح ملهوش يعني أي أثر بعد كده، لكن عايزة حماس وقتي وفعلي وهيكون إلى مدى الوقت معانا. أتمنى من كل قلبي أن نسمع كل أخبار حلوة في الوقت الجاي. تعالوا مع بعض نشوف حالة مريم. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبايدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. خير اعزائي المشاهدين قناه الطريق وبرنامج ربنا يرحم كده الاسود. النهارده معانا ومعاكم حاله جديده من حالات اخوه الرب. هنتعرف مع بعضينا على مشكلتها ونعرف حكايتها. نتعرف عليكي. اسمي مريم. اختنا مريم، ايه مشكلتك؟ عايشه في ام بيومي، معايا 4 عيال، قاعده في الدور الساتت، قاعده في اوضتين كده متعرشين، وشويه الشتاء لما بنزلوا بيبعدوا لنا وعيالي، وجوزي شغال يوم وعشرة لا. انت قلتي انك قاعدة في الدور السادس. كلمة معرشة او قاعدة على التعريش يعني السقف خشب. يعني لازم احنا فكرة مع بعضينا، السقف خشب يعني شوية نطرة يبهدلوا الدنيا. حتى الباب قبلك ايش زي ما احنا شايفين كده مع بعض، مفيش حاجة تسترهم زي ما الكاميرا كده جايبها مع بعضينا. طبعا على المحارة ده على طوب الاحمر، ده شباك، شباك ده ممكن يكون منط، يكون خطر عليهم زي ما احنا شايفين كده مع بعض.
عايزين نعرف ناس عليك اكتر ونعرف ايه مشكلتك وبدأت ازاي. حضرتك قلت لي ان جوزك شغال على باب الله. شغال صنايعي ولا شغال ايه؟ ارزاقي. طيب انا شايف انت عندك اولاد، قلت عندك اربع اولاد؟ معايا اربع اولاد، واحده في ثانويه عامه وواحده في ثالثه اعدادي، كرازه الصغير ومريانه. في كنايس بتساعد في دخل تاني؟ لا صدقني، رحت لابونا، ابونا قال لي ربنا يخلي جوزك. ربنا يخلي جوزك. ابونا عرف حالته وعرف؟ لا صدقني، مرضاش يجي، مرضاش يجي يشوف العيشه اللي انا عايشاها. بتدفع ايجار؟ بدفع 400 جنيه تقريبا. جوزك مرتبه كام؟ زي 1000 جنيه. 1000 جنيه في 400 ايجار، طبعا ميه، قولي 50 جنيه، في ولاد، في مدارس، في دروس. انت قبل التصوير قلت لي انك تعبانه وعندك مشكله في صدرك، حساسيه؟ ايوه تعبانه في صدري، ما اعرفش عندي حساسيه في الدم ولا في الجلد، بس من زمان سايبه نفسي مش عارفه ظروفي ايه. سايبه نفسك ليه؟ عشان مفيش، مقضيينها بالعافيه عشان خاطر جاي على قد اللي رايح. مفيش. يعني اخر مره كشفتي قال لك حساسيه وقال لك محتاجه ادويه؟ ايوه قال لي محتاجه ادويه، بخاخات وعلاج، بخاخات انها تكسر البرشام، بس من زمان مش فاكره. كمان من زمان تقريبا كان العلاج يعمل قد ايه؟ لا كان يعمل 300 جنيه. 300 جنيه من كام سنه؟ يعني من سنتين ثلاثة. سنتين ثلاثة علاج يعمل 300 جنيه، يعني ممكن يعمل دلوقتي 600-700 جنيه. 400 جنيه إيجار، دروس، ثانوية عامة، إعدادي، حضانة، كل ده ما فكرتش في نفسها، كل ده ما فكرتش إنها تتعالج أو إنها تقف على رجليها أو تشوف حد يعالجها. كل اللي طالباه الستر، والستر بالنسبة لها إن يكون في مكان مستور، إن يكون في مكان يقدر من خلاله تعيش، مكان لما الدنيا تنطر عليها ما تتغرقش هي وأولادها، ما تتبهدلش، مكان زي ما إحنا شايفين، زي ما إحنا شايفين كده خشب قبل كاش، باب قبل كاش، زي ما احنا شايفين كده اهو. ولا تلاجة ولا بوتاجاز ولا تلفزيون ولا اي حاجة. كل اللي تطلبه انها حتى تعمل سقف يحميها من النطر، يحميها من الشمس. انت قلت لي قبل التصوير ان ابنك الصغير خالص ما بيقعدش معاكي خالص، ليه؟ عشان ما عندناش حاجه يقعد عليها في البيت، بيطفش. ما عندناش تلفزيون، ما عندناش اي حاجه يقعد عليها، فبيزهق من البيت بينزل. وانا عايزه المه من الشارع، بس قعدوا على ايه؟ مفيش حاجه يقعد عليها. انت معانا على شاشة قناة الطريق النهارده، هنقدم لك التقدمة دي. حابة تقولي ايه؟ حابة تطلبي ايه من مدام رانيا ومن الناس اللي شافك؟ حابة يعني انهم يساعدوني حتى بس اعمل السقف ده، عشان شوط النطر لما بينزلوا وبهدلونا انا وعيالي، وبخاف حد ينط علينا من الشباك ده، يعني تلاجة، يعني بوتاجاز زي ما انت شايف، تلفزيون للواد، يعني الحمد لله على كده. عندك ثقة في ربنا مني؟ الحمد لله، عندي ثقة في ربنا والحمد لله، بس اللي تعبني صدر قوي انا، ونفسي اني اتعالج برضه. عشان عيالي صغيرين ونفسي اربيهم، وعروستي عروسة كبيرة، نفسي اتعالج بنت صدري. زي ما احنا شايفين مع بعضينا دموع، دموع غالية، نفسها تتعالج. أنا عايز أقول لحضراتكم إن هي ما كانتش قادرة تتصور
كانت مكسوفة. قد ايه الموضوع بالنسبة لهم محرج مخجل. راحت لابونا احنا ما بنلومش، كتر خير كان شعبهم كتير ومشاكلهم كتيرة، لكن بقولها ربنا يخلي جوزك. امين. جوزها بياخد 1000 جنيه، 1000 جنيه مصاريف، 1000 جنيه مدارس، 1000 جنيه. بنت في ثانوية عامة، بنت في اعدادية، ولد في ابتدائي، وطفلة صغيرة زي ما احنا شايفينها. 1000 جنيه النهاردة تعمل ايه؟ منهم 400 جنيه إيجار، منهم 50 جنيه مية، ما عندهاش نور، مش عارفة كيف علاجها. أنا بناشد معاكم وبناشد معاها وبضم صوتي لصوتها. أخوك بيقول لك وأختك بتقول لك ظروفي من إيديك، في شباك ممكن حرامية تنط عليهم تبهدل البنت زي ما احنا شايفين شباك، زي ما احنا شايفين كده شباك معمول بستارة، وادي الباب البيت، باب الشقة بتاعتهم سطح، يعني منط سهل ان حد يخش عليهم، سقف خشب، الدنيا كلها زي ما احنا شايفين مع بعضينا، ومضطرين يقعدوا في المكان ده. نفسها تتعالج، وانا بقول لك اختك بتقول لك نفسها تتعالج. كلمه اخيره تحب تقوليها النهارده معانا لكل الناس اللي شايفينك والمدام رانيا؟ نفسي ربنا يقف معايا ويساعدوني ان الم البيت ده، عشان خاطر انا معايا بنات وابوهم ساعات بتاخر بره، ونفسي كمان في عداد كهرباء قبل ما حد يبلغ فينا، احنا شادين لمبتين كده. وخايفين حد يبلغ فينا واحنا ما معناش فلوس مش قد البلاغ. وانا معايا يعني عايزة بوتاجاز، عايزة تلاجة، يعني تلفزيون للواد، ونفسي اتعالج. انا تعبانة بالصدر قوي، وعشان ما فيش ما سايبة نفسي. اعزائي المشاهدين، زي ما سمعت شفت الدموع قد ايه غالية علينا، واكيد غالية على ربنا، واكيد غالية على قلوبكم. اعزائي المشاهدين، قناة الطريق النهاردة برنامج رب ارحم، كنا مع بعضنا في حالة اختنا مريم. ورجعنا لكم من جديد بعد ما شفنا مع بعضينا تقرير حالة الست مريم. أنا عارفة إن في طلبات كتير قوي الست مريم قالتها لينا كلنا، بس عايزة أقول لكم إن دوت غصب عنها. ما لو ما اتكلمتش معانا هتتكلم مع مين؟ وهتفضفض مع مين؟ وهتقول لمين؟ ما المنبر بتاعنا دوت منبر مفتوح، منبر متشاف، منبر بيقدم الحب والسعادة، بيقدم الفرحة، بيقدم الأمان. فمن خلال هذا المنبر قدرت تكون بتتكلم، لأن هتتكلم لوحدها؟ طب وبعدين؟
هتقعد تبكي وهتقعد زعلانة ومتضايقة ومهمومة، لكن مفيش حد بيسمعها، الرب بيسمعها. لأن الرب بيسمعها، وعشان الرب بيسمعها أوجد لها هذا المنبر، منبر قناة الطريق، عشان تقدر تكون بتتكلم فيه وتقول أنا محتاجة لإيد ربنا قوي. وإيد ربنا هتكون موجودة من خلال ولاده اللي هيكونوا بيقدموا. أنا عارفة إن في طلبات كتير قدمتها أو قالتها ست مريم دلوقتي معانا من خلال البرنامج، لكن لو كل واحد فينا فوكس أو 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 ركز في حاجة اللي هو يكون بيعملها أو بيجيبها. ولادها أربعة، عندها أربع ولاد اللي في ثانوي في إعدادي وفي ابتدائي وصغيرين. قد إيه فعلا حالة الست مريم تستحق المساعدة؟ عشان كده لكل حد موجود في مصر. يمكن ربنا أكرمك بتلفزيون جديد وجميل وحلو وبتشكر ربنا عليه، بس عندك تلفزيون زيادة، يكون حالته كويسة. وده دايما اللي بقوله في برنامج يا رب ارحم، ويمكن انتوا فاكرين كويس قوي الكلام دوت معانا. تكون حالته كويسة وجيدة، تقدر تكون بتوديه علشان الولد ما يروحش بره ويتفرج عند أصحابه ويبتدي يتعلم حاجات مش كويسة من بره، أو يفتح قنوات غير لائقة. فأنت كده بتنجي الولد من إنه يكون بيشوف حاجات مش كويسة. فأنت في إيديك بالتلفزيون الزيادة اللي عندك تتصل كده بالقناة، أو من خلال الفايبر بتاعنا، أو من خلال تليفوناتنا، وتقول لنا أنا عندي تلفزيون زيادة عايز، أو لو حابب أو لو حابة تكون بتشتري لهم تلفزيون جديد. زي ما قلت الرب بعت لهم، نشكر الرب ان الرب دبر بتوجيز قدرنا نكون بنوصله لهم في الوقت اللي فات. لكن محتاجين تلفزيون، محتاجين غسالة، محتاجين تلاجة، محتاجين سقف يتعمل صح، محتاجين شباك يكون بيتسد عليهم علشان محدش يكون بينط عليهم من الجيران او من بره. وبالذات ان جوزها بيبقى في الشغل بيبقى شوية في خوف عليهم طبعا ان يكون حد بيسبب لهم رعب في الوقت اللي جاي. دي اول حاجه. تاني حاجه زي ما قالت، هي محتاجه كمان تتعالج، صدرها بيوجعها ومش قادره تروح تكشف. ليه؟ لانها ما عندهاش امكانيات. فبتقول حتى لو في امكانيات بسيطه معانا من خلال مرتب جوزي، انا بفضله ان يكون في اكل وشرب في البيت، نقدر نكون بندفع الايجار، نقدر لكن بالنسبه لنفسها مش فاكره نفسها خالص ولا مهتمية بنفسها علشان معاها أولاد، فبتبص لأولادها أكتر. فأنا عايزة كل حد فينا يحس بالست مريم، أختنا مريم اللي محتاجة فعلا المعودة في الوقت الجاي. حد كده يتصل بينا أو يقدم لنا رسالة أو يبعت لنا ويقول أنا حابب أكون بوديها للدكتور، أو يقول أنا 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 خالي دكتور، أنا قريبي دكتور، أنا صاحبي دكتور، أنا صديقي دكتور، أنا جاري دكتور. ممكن أي حد فينا يقدر يكون بيوصل لست مريم للدكتور اللي هو عارفه علشان تقدر تكون بتتعالج. معنا تليفون. طيب قناة الطريق يا رب ارحم. ألو. ألو، مرحبا. مرحبا. كيفك أختي رانيا؟ كيفك حبيبتي؟ اهلا بيكي. انا نشكر ربنا. انتوا عاملين ايه؟ كويسه. انا بدي عايزه صلاه. نشكر ربنا حبيبتي. محتاجه صلاه؟ لا. امين يا حبيبتي. عايز الرب، رب يسوع حبيبنا. امين. هللويا، مجدا للرب. الرب يا سامع صلاه، اليك ياتي كل البشر، لان هو سامع الصلاه. ولما بنتكل عليه اغلى منه. طبعا طبعا. اصلي لك لعائلتي، اصلي لك. ربي يباركك. امين يا حبيبتي. انت والاخ جوزيف. ربنا يباركك. ربنا يباركك يا حبيبتي. يا رب نكون دايما كده. قناه الطريق ما في اطيب منه، ما في اطيب. نشكر الرب. وده اللي انا كنت بقوله، لان انا حاساه في وسط كل مشاهدينا وحبايبنا، قناه الطريق فيها الحب، فيها الطيبه، فيها البساطه، فيها القلب المفتوح، الايد الممدوده طبعاً. فيها كل طبعاً. حاجه ان الرب عايزها بالفعل. فنشكر الرب. كله نشكر الرب. ده اللي انا حاساه، عشان كده انا بقوله
وبيقول من القلب للقلب، يعني من فضلة القلب يتكلم للسان، ومن القلب للقلب حقيقي، لاني انا فعلا بحبكم جدا جدا جدا، واتمنى تكونوا كلكم دايما في خير وبركه وسلام. حبيبتي انا هصلي لك دلوقتي من خير من خلال عبر تليفونات، هصلي لك، ولو هي معانا لسه موجوده ولا راحت ولا معانا. سمعت قصه مريم حلوه، يا قصه مريم، قصة مريم كاس، ايه رايك؟ فعلا محتاجه مساعده، صح؟ محتاجه مساعده، مظبوط. صعبه قوي قوي قوي، يعني حرام، صعبه قوي قوي قوي، مظبوط. اربع عيال وخطي ربك، وهتروح حتى لو قلنا تنزل تشتغل فين؟ طب والعيال الولاد اللي معاها هتوديهم فين؟ وهتشتغل ايه؟ هل في دلوقتي كمان شغل؟ يعني هتروح تتمرمط علشان تاخد لها 200 300 جنيه، وهتودي الولاد فين؟ طب ما هتوديهم الحضانه الصغيرين، انت فاهمه؟ يعني حتى لو قدرنا نكون بنرتب، لكن ما ينفعش اللي هي كمان تشتغل، اللي هي تسرق، لكن محتاجه فعلا معونه من عند الرب. انا بقول لو في مقاول كمان، مقاول يقدر يكون بيساعدها في تشطيب المكان اللي هي عايشه فيه، في سادس دور، يعني واخده الشمس والهواء، وكمان السقف بتاعها بالخشب، مع الرشاب زي ما قالت، مع رشاب الخشب، يعني اي مطر ممكن ينزل عليها، اي حر لهيب نار تنزل على الولاد، حرام حقيقي. صلي لها، صلي لها اختي، وامين ربنا يكون بيمد، صلي لها، الرب يسعدها، الرب يسعدها يا رب يا رب، ويبعت لها ملائكه، ملايكة بجد في الوقت الجاي يكونوا بيساعدوها وبيقفوا جنبها. طب الملاك يبعتها، الملاك يظهر عليها. امين حبيبتي، امين. انا هصلي لك دلوقتي باسم يسوع. عايزه تصلي دلوقتي؟ تصلي قبليه؟ نعم، يا ريت. امين، يا ريت. صلي صلي، اتفضلي. يا ريت صلي. يا رب، انا بحب اصلي من اجل عائلتي، ومن أجلك يا أختي رانيا، ولجوزي ولأختي ولبنتي ولمريم، أصلي لها ربي يساعدها، ربي يساعد أولادها، ويسوع يباركها، ويسوع يشفيها، ويا رب تبارك القناة الطريق باسم يسوع، باسم يسوع. الرب يباركك يا اخت رانيا، الرب يباركك، يبارك اخ جوزيف، اخ جوزيف كمان يباركه، الرب يباركك حبيبتي. يا رب انا بحط بين ايديك دلوقتي الان اختي الغاليه على قلوبنا جميعا، يا رب تقدر انت تكون بتكرمها في الوقت الجاي، تقدر تكون بتكرم يا رب عيلتها كلها، انا بصلي من اجل عيلتها، كل شخص موجود في عائلتها يا رب انت عارفه شكلا وموضوعا وهو محتاج ايه قدامك، لكن يا رب خلينا الاول نطلب ملكوتك، ملكوتك الاول يا رب في حياتنا، وبعد كده كل حاجه هتيجي بعدين لما نطلب حضورك في حياتنا وملكوتك في حياتنا. يا رب انا بصلي لها يا رب بشهوه قلبها، بكل حاجه فيها يا رب، سدد كل احتياجاتها، سدد كل يا رب طلباتها قدامك في اسم يسوع، انت تكشف كل حاجه يا رب عن حياتها في اسمك يا رب، انت تعطي تعطي وتعطي بسخاء. اشكرك لانك انت صالح للابد، رحمتك قادر انك تكون بتعزيها وبتديها على حسب سؤال قلبها في الوقت الجاي. انا بصلي كمان من اجل اخت مريم اللي عرضنا حالتها دلوقتي، يا رب من فضلك روح لها انت ببركات روحيه غير عاديه، وسدد كل احتياجاتها يا رب قدامك، ابعت ملائكه من عندك يقدروا يكونوا بيحرسوها يا رب، وفي نفس الوقت يكونوا بيبعتوا ملائكه اخرين انهم يكونوا بيسددوا الاحتياجات من عندك انت يا رب، في اسمك يا رب دي كل المجد، امين. بشكرك اختي الغاليه، معرفش هي ما زالت معانا ولا الخط قطع، لكن بشكرك جدا لاتصالك ومحبتك. لسه معانا؟ تمام، احنا خلاص يعني قربنا نكون بنخلص الحلقه، لكن اتمنى حاله الست مريم ما تكونش حاله اتعرضت وخلصت
لسه على كده، لكن تكون حقيقي دخلت جوه قلوبنا وعندكم كل المعلومات بتاعتنا تقدروا تكونوا بتتواصلوا معانا من خلالها. يعني أستاذ المخرج دلوقتي يكون بيحط لنا كل المعلومات بتاعتنا، سواء التليفونات، سواء البي او بوكس بتاعنا، سواء الايميل بتاعنا، كل المعلومات عندكم تقدروا تكونوا بتتواصلوا من خلال هذه المعلومات لينا. اتمنى من كل قلبي تكون حلقه النهارده تكون دخلت قلوبكم، ويا رب ما يحرمناش من بعضينا ابدا، ولا يحرمكم مني ولا يحرمني منكم. بحبكم كتير كتير بجد، وقلبي مولع بالخدمة ولوجودي معاكم في كل مكان. حقيقي بحبكم قوي، ونفسي العلاقة بتاعتنا ما تكونش علاقة فترة، لكن تكون علاقة حامية في الرب يسوع، يعني نارية، نار من الروح القدس يكون بينسكب على قلوبنا جميعا، ونكون بنخاف على بعض ونحب بعض، ونكون قوة لبعض وسند لبعض، ونكون قريبين من بعض. يعني حلو لما نكون بنسمع تليفوناتكم ومحبتكم، وحلو أكتر لما نكون بنعيش مع الحالات اللي بنعرضها، وما يكونش بس يعني حلقة وخلصت على كده، لكن تكون جوه قلوبنا وبنصلي لأجلهم ليل ونهار إن رب يكون بيبعت لهم البركات الروحية. مرة تاني بحبكم كتير كتير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإلى الأمام يا جيش، السلام في كل مكان، وإلى أن ألقاكم في حلقات قادمة من برنامجنا يا رب ارحم. صلوا من أجلنا وإحنا بنصلي من أجلكم، رب يكون معاكم وتصبحوا على خير، وكله للخير. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتمة قلابة. ارحمنا يا رب، يا رب ارحم، يا صاقرب يا رب ارحم، وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبقدم بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق.